أتابع معك أستاذ دافيد عيسى. ينضم إلي مشكورا سعادة النائب المحامي إلي ماروني، عضو كتلة نواب حزب الكتائب اللبنانية. صباح الخير معاليك، الله معك. صباح النور إليك ولضيفك. أهلا فيك، أهلا فيك. صباح خير سعادة النائب. طبعا الكتائب متميزة منذ فترة ليست بقصيرة أبدا على الساحة السياسية، والمشاركة امبارح بقداس تهنئة غبطة البطريرك عبر الأستاذ تجعان أزدي صحيح كانت خجولة، لكن كانت لافتة وسط مقاطعة 14 أدار. ماذا تحاولون أن تفعلوا في هذه المرحلة؟ يعني في عنا مسلمات بسياستنا وبتاريخنا، هو الدفاع عن التركي اللي هي مظلة وطنية وروحية للبنان. وبالتالي نحن منذ بداية انتخاب البطريرك الراعي، ورغم كل ما أثير حول تصريحاته من تأويل وتفسير وإشكاليات معينة، كنا حريصين دائما على التأكيد أنه نحن متمسكين بثوابتنا، متمسكين بمبادئنا، لكنه بنكن للبطريرك ولهذا المقام والبطريركية المارونية كل احترام وتقدير. وبالتالي دعينا كل حلفائنا وأصحابنا وكل اللبنانيين إلى التناقش والتحاور مع البطريرك في بكركي بعيدا عن الإعلام. نعم. أما المناسبة فكانت مناسبة تهنئته بذكرى سنة لتوليد بطريركية، وبعتقد أنه مشاركة الأستاذ تجعان كانت خجولة لأنه هو نائب رئيس الحزب. خليني أوضح، خجولة أنه ما كان في وفد يعني من حزب الكتائب، خليني أوضح يعني وضع بين مزدوجين خارج لبنان مثل ما بتعرفوا، وبالتالي كل واحد منا بمناطقه عنده ارتباطات، ونحن رح نشوف غبطته الاربع يعني باجتماع اللجنه النيابيه، ورح تكون كل الاحزاب الممثله بهذه اللجنه بما فيها احزاب 14. بفهم من كلامك انه استاذ تجعان لم يكن بصفه شخصيه، انما فعلا كان بصفه تمثيليه لحزب الكتائب. طبعا يعني هو نائب رئيس الحزب. جيد. طيب هل هذه موجهة إلى حلفائكم المسيحيين وغير المسيحيين ب 14 أدار؟ الكتائب هي بيضة القبان المستقبلية لاحقا؟ خليني أقول أنه ما في قرار من 14 أدار بمقاطعة البطريرك، هذا مش موجود. في خلاف بالرأي، كلنا عندنا رأي آخر، كلنا متمسكين بالثوابت والمبادئ. وانا سمعت بالاخر اللي قاله استاذ دافيد عيسى يلي بايده، انه كثره التصاريح مرات بتورط بكثير مشاكل، والبطريرك عم يشتغل لتامين الحوار الاسلامي المسيحي، وعنده قمه روحيه بنتمناه للتوفيق، بس ما في قرار بمقاطعته. حتى بخلافه مع الدكتور جعجع، هو اكد انه فور عودته الى لبنان رح يصير في اتصالات، والدكتور جعجع اكد انه في فصل بين تركي وبين علاقتنا معه وبين مبادئنا السياسية. يعني خليني أقول أنه كلمة مقاطعة كلمة كبيرة مش موجودة. نعم، شكرا لك كثير سعادة النائب إلي ماروني. شكرا، شكرا. يعطيك العافية، أهلا فيك. أستاذ دافيد عيسى، كيف ترى الواقع في سوريا؟ أين يذهب؟ يعني البارح القمة الروحية تناولت، كان في قمة بالبقاع وكان في قمة ببكركي، واثنين في هواجس، اثنين توقفوا عند بند أساسي هو الواقع في سوريا. إلى أين تذهب الأمور؟ يعني خلينا نحكي أولا بشكل عام بعدين منفوت بالتفاصيل. اللي بيقلك أنه الوضع السوري لا يؤثر على الوضع اللبناني بيكون يعني يريد أن يتجاهل الحقيقة، أن يتجاهل الحقيقة. أكيد نحن بلبنان عندنا حدود مع سوريا، وعندنا حدود مع إسرائيل، وعندنا البحر. اليوم السوريين على حدودنا، إن شئنا أم أبينا ما يحصل في سوريا يؤثر سلبا أو إيجابا على لبنان. إذا كان نحن اللبنانية معرفنا تعاطينا مع هذا الوضع، هذا الوضع سيؤثر علينا سلبا، وأنا بأكد لك أنه سيكون الوضع في لبنان يعني سينعكس ما يحصل في سوريا على الوضع في لبنان. لذلك أنا بقول لك بكل سنة، نحن عشنا 30 سنة من الوصاية السورية، ودقنا الأمرين من السوريين،
وخصوصا عم بحكي على المستوى المسيحي. دقنا الامرين نتيجه ما تعرضنا له من 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 تدخل سافر في الشؤون اللبنانيه. يعني ما خلوا شيء من البلونتون لاخر واحد، ما خلوا بالنيابه بالوزاره بال 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 ما خلوا شيء ما تعاطوا فيه. نحن اكثر ناس منقول انه دفعنا ثمن غالي نتيجة السياسة السورية في لبنان. ولكن سوريا خرجت من لبنان. نعم. نتمنى على السوريين أن يعرفوا لمرة أخيرة أن هذا البلد هو بلد سيد وحر ومستقل، هو منه محافظة لا من سوريا ولا من الشام. لبنان بلد تركوه بحاله، ما تعاطوا فيه، ما تدخلوا فيه، ما تفلتوا علي المتطرفين من عندكم والمتعصبين اللي عندكم تجيبون على لبنان تبعتون لتعملوا مشاكل. احترموا سيادة هذا الوطن، وفي المقابل على اللبنانيين أن يعرفوا أنه يجب على لبنان أن يكون أن لا يكون خنجر في ظهر سوريا. كذلك الأمر مثل ما نحن نطلب من السوريين، نحن يجب علينا كلبنانيين أن نكون نفس الشيء. يجب في شي فريق لبناني عم يطعن سوريا بظهره؟ انتبهي، نحن ما عم أنا ما عم بوجه الكلام لأي فريق لبناني. أنا اللي عم بقول إنه مش يطعن سياسيا، عم بحكي أنا أن يكون مصدر خطر عليها، يعني سلاح على سوريا، أن يكون لبنان مركز مؤامرة على سوريا، مركز تآمر على السوريين. يعني حضرتك ما بتحكي لا تحكي، عم تحكي في خلفيات، وأنا أتابع ميكروسكوب بشكل أسبوعي، صرت ملمح أكثر من مرة إلى هذا الموضوع، في معطيات جدية يعني موجودة؟ نحن معنا معطيات جدية، ولكن الكلام اللي بنسمعه كلنا بالإعلام واللي بنسمعه دايما واللي بنشوفه دايما، أنت بتعرفي كلام عم نسمع أنه في بعض الاتهامات عن تسريب سلاح من هون ومن هون. وهون أنا بدي حيي دور الجيش اللبناني. نعم. الجيش بقيادة العماد أهوجي اللي عم يلعب دور ممتاز، الذي يلعب دورا ممتازا على المستوى الأمني، عم يمنع تهريب السلاح من وإلى، عم بيحاول قدر الإمكان أن يضبط الحدود، وهيدا شيء ممتاز، وهيدا يعزز الاستقرار في لبنان، وهيدي شغلة كتير مهمة. ولماذا يلام وينتقد الجيش إذن؟ هودي اللي بيلوموا وبيحكوا بدهم يحكوا، بدهم عم يعني أنا في بعض الأحيان في ناس بيعجبوني، يعني بيحكوا لا يحكوا، يعني بدهم مفكرين إنه هيدي الدولة مزرعة لإلهم. إذا مثلا قائد الجيش ما عمل مثل ما هني بدون، معناتها إنه الجيش غلط. إذا رئيس جمهورية ما عمل مثل ما بدون، معناتها رئيس جمهورية غلط. إذا حاكم مصرف لبنان ما عمل مثل ما بدون، إذا مدير عام قوى الأمن الداخلي ما عمل مثل ما بدون، معناتها من مساوئ الديمقراطية. مش من مساوئ الديمقراطية، هذه ليست ديمقراطية. في لبنان حرية وليس ديمقراطية. الديمقراطية ما بتسمح لحدا يتطاول على حدا، وما بتسمح لحدا انه يوجه كلام لحدا او يسيء لحدا. هذه حرية مفرطة. طيب، فخامة الرئيس واضح دفع عن بكرك امبارح ودعاها ان تبقى راعية للجميع. من فترة لفترة يسرب انه على تواصل مع الرئيس الاسد، يرأس حكومة تنأى بنفسها وملامي لأن تنأى بنفسها في هذا الظرف بالذات. أين بعدنا من كل هذه التطورات؟ أنا برأيي أنه، وهيدا بكرة أنا قايله طارحه، أنه المسيحيين يستطيعون أن يلعبوا دور الحياد الإيجابي من خلال دعمه لرئيس جمهورية وأعطاءه دور. هذا الرئيس يتمتع باحترام لدى معظم الأفرقاء اللبنانية، رئيس أثبت بما لا يقبل الشك. وأنا عندي ملاحظات كتير
انا يعني في اوقات بزعل بتذكر عبر هذا المنبر بالذات وجهت له انا وانا 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 عندي يعني بس انا بقول لك هيدا الرئيس اثبت على انه رئيس على مسافه من جميع اللبنانيين نعم على انه رئيس ادمي سوبر ادمي على انه رئيس يعني بيحترم الناس رئيس متواضع رئيس محبوب ولديه احترام لدى كل دول الجوار والدول كلها ودور هذا واخلاقيته واخلاقه هاي تؤهله ان يلعب دور وسيط في هذه المشاكل الحاصله بالمنطقه وتؤهله ان يكون وسيطا حتى في الداخل في هذا الانقسام الحاد المذهبي خليني افصل مع حضرتك صرت داعي اكثر من مره المسيحيين التفاف حول رئيس الجمهورية وأعطائه دور شو بتقصد؟ المطالبة يعني بإعادة طرح اتفاق الطائف على البحث؟ أنا ليك بدي أقول لك شغلة هناك مربع ذهبي لدى المسيحيين يجب عدم المس به ويجب المحافظة عليه كركي اليرزي بعبدة كركي بعبدة اليرزي ومصرف لبنان هودي الأربعة يجب على المسيحيين أن يحافظوا عليهم هودي الأربعة اسمهم المربع الذهبي هيدا مشروع المسيحيين الوطني ويكون من خلال هالأربعة ومن خلال تقوية هالأربعة هودي وأنا عم بحكي هيدا الكلام للتاريخ وهن بيعرفوا أغلبية المسيحيين أنه يجب يفوقوا على حالهم بقى لأنه الأمور ما بقى تحمل مصالح شخصية هيدي الكرسي اللي عم يتخانقوا عليها رح تصير كرسي مع مسامير اللي بيقعد عليها رح يتعقور وهن عم بدقوا المسامير بإيديهم بقى هن عم بدقوا المسامير بإيديهم بقى يشوفوا مصلحة المسيحيين وين المصلحة العليا للمسيحيين وين وحاجة بقى كل فريق شايف المصلحة الوطنية والمصلحة المسيحية من منظاره الشخصي اليوم ما هيدا اللي عم بقوله يعني. ما عم بقول لما انت بتنظر للمصلحة الوطنية العليا نحن شو بدنا معلش خلينا نحكي الأمور نحن المسيحيين شو بدنا بدنا على المسيحيين أن يرجعوا يلعبوا دوره يلعبوا دوره مثلهم مثل شركائهم بالوطن بيعطيك. ما حدا مستعد يهديك مجانا ما هيدا اللي عم بقوله ما نحن اللي عم نقوله اليوم هذا القرار المسيحي وهذه الوحدة المسيحية اليوم اللي موجودة اليوم اللي يجب أن تكون هذه الوحدة تقوي المسيحيين وتجعلهم موجودين داخل تركيبة الدولة عم يلعب وساطة خلف الكواليس فخامة الرئيس خارج الحدود اللبنانية قلت حضرتك هو محبوب ومقبول من كل دول الجوار في شي دور نحن ما بنعرفه بالإعلام حضرتك على اطلاع عليه انا بتصور انه الرئيس عم بيحاول ايه ما عندي معلومات كتير يعني كانوا كلهم يساهموا بحل حالة الأزمة في لبنان هالمرة لبنان عم بيحاول فعلا يكون له ايد بيضة بالأزمة ان شاء الله يبعت قوات رادع كمان عنا قوات هلا بفكر القوات اللبنانية انك عم تدعيهم يطلعوا يعني تخلق لنا أزمة هيدي لا يبعت قوات رادع جيش يعني مشتركة طيب أبقى في إطار بعبدة لماذا التعيينات لا تسلك طريقة اليوم المحامين صرخة كتير كبيرة 5 حزيران إذا وصلنا لهذا التاريخ وما تم تعيين الجسم القضائي ملء الشواغر فيه في كارثة نحن ذاهبين لإلها هينة أنه أعظم سلطة في دولة تفقد الرأس والأطراف والقلب وتتوقف عن العمل ليك بدي خبرك صرخة المحامين هي صرخة بوادي يعني مثل كل واحد بيصرخ منها من ميلته